تعالى بتاع الكرة تعالى، لو جيت سألتك سنة 21 مين اللاعب الأفضل، محمد صلاح ولا محمد إبراهيم، ردك هيكون إيه؟ الرد التلقائي الطبيعي هو أنت عبيط، مين محمد إبراهيم ده أساسا؟ لو سألتك نفس السؤال من 11 سنة الرد هيكون برضو هو أنت عبيط، مين محمد صلاح ده أساسا؟ الله، إيه الحكاية بالظبط؟ تعالوا نعرف. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معاكم محمد حسني واهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج وور باس، برنامج اختصار وور اند بزنس، الحرب والبزنس. بطل حلقه النهارده هي كلمه انا بحبها جدا وبستخدمها كتير، وهي كلمه الهارد وورك او العمل الجاد والدؤوب والمستمر. وعلشان كلمه هارد وورك هي بطله حلقه النهارده فهتكمل معانا على الشاشه طول الحلقه. سنه 2010 كان في 2 لعيبه داخل المنتخب المصري للشباب والاولمبي، محمد صلاح ومحمد ابراهيم. واه بنتكلم على محمد صلاح الواد بتاع ليفربول واللي هو من احسن لعيبه العالم دلوقتي، بس الصوره كانت مختلفه سنه 2010. محمد صلاح سنة 2010 كان مجرد جناح سريع ولكن بيضيع فرص كتيرة جدا والفينش بتاعه وحش جدا وبيقع في مصيدة التسلل كتير. محمد ابراهيم على النقيض الناحية التانية كان رونالدينيو الكرة المصرية، كان احسن واحد يمسك نص الملعب ويعمل اسيست لزمايله. كان الطبيعي جدا في اي ماتش المنتخب مصر ان محمد ابراهيم يعمل اسيست لمحمد صلاح ومحمد صلاح يضيعه، والاعلام المصري دايما كان بيشكر في محمد ابراهيم ويسب في محمد صلاح. محمد ابراهيم وكعادة كل اللعيبة المصريين اول ما الاضواء والميديا بتيجي عليه بينسى الكرة خالص. محمد ابراهيم كان امهر من محمد صلاح وافضل منه في الملعب، ولكن محمد صلاح امتلك ميزه مش موجوده عند محمد ابراهيم، وهي ميزه الهارد وورك او العمل الجاد الدؤوب المستمر. محمد ابراهيم اخر حاجه عرفها عنه ان هو كان في الزمالك، وبعد الزمالك اختفى وراح انديه ثانيه ومحدش يعرف اي حاجه عنه دلوقتي. اما بالنسبه لمحمد صلاح فالصوره كانت مختلفه. محمد صلاح اتحرك من مقاولين العرب الى نادي بازل السويسري، ومن بازل راح على تشيلسي وكانت تجربه سيئه بالنسبه له. نقل بعدها نادي فيورنتينا الايطالي، ومن فيورنتينا راح الى روما، ومن روما رجع الى ليفربول في الدوري الانجليزي. والفتره بقى 2017 لحد 2021 بقت جزء من التاريخ، ومحمد صلاح بقى من افضل 5 لاعيبه في العالم، وان شاء الله مكمل في الوضع ده على الاقل 3 او 4 سنين قدام، لان كلمه الهارد وورك بقت جزء من جيناته. محمد ابراهيم ما اشتغلش على نفسه واعتمد على مهارته، ولما الميديا اتسلطت عليه نسي الكوره خالص وبدا يركز مع الميديا، والنتيجه طبعا بقت معروفه. محمد صلاح الثانيه بالهارد وورك وصل اللي هو وصل له دلوقتي، العمليه ما كانتش حظ او توفيق، العمليه كلها هارد وورك. وهنا هرجع لمقوله السير اليكس فيرغسون المدرب الاسطوري لنادي مانشستر يونايتد لما قال nothing can beat the hard work، ومعناها مفيش اي حاجه تقدر تتفوق على العمل الجاد الدؤوب المستمر. اللي قال الكلمه دي واحد من اساطير التدريب في العالم، وتعالى اقول لك ان كريستيانو رونالدو هو اكتر لاعب هارد وركر في العالم. يعني الموضوع مش بالمهاره او الشطاره او الحظ، الموضوع كله عباره عن هارد ورك. قصه محمد صلاح ومحمد ابراهيم بتحصل كتير جدا في البيزنس، ممكن بشويه مهاره او شطاره مع حبه نفاق توصل، بس لا يمكن تتفوق على الهارد ورك او الناس اللي بتشتغل بجد، لان فوق كل البشر ربنا موجود، ودايما ربنا بيكافئ على السعي، على المجهود اللي انت عملته. فافتكر دايما ان كلمه هارد وورك مش كلمه سيئه وانما مفتاح نجاح لحياتك. المشكله بس ان احنا في الشرق الاوسط بنفهم الكلمه غلط. في الثقافه الامريكيه في الشغل كلمه هارد وورك هي واحده من مفاتيح النجاح، لكن للاسف عندنا في الثقافه العربيه مفهومه غلط. الخلاصه دايما انك عشان توصل لازم تشتغل بجد، لازم تكون هارد وركر، يعني تشتغل شغل جاد ودؤوب ومستمر. وافتكر دايما ان ربنا موجود فوق البشر، ودايما ربنا بيكافئ على السعي مش على المهاره او الشطاره. ولحد هنا بكون وصلت لنهايه الحلقه، واتمنى اكون قدرت اوصل للرساله. وكالمعتاد وتنفيذا لقانون بريتو، لو عجبك 20% من الحلقه دوس لايك ما تنساش، وشير بقدر الامكان علشان الفكره توصل لاكبر عدد من الناس. لكن كالمعتاد اهم حاجه عندي هي رايكم في الكومنتات، لان رايكم فرصه كويسه جدا لتبادل الاراء والافكار، وبتساعدني على تحسين مستوى المحتوى. واشوفكم ان شاء الله كل يوم جمعه وكل يوم اثنين في حلقه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.